مطعم كوري هنا في منطقة كوريان بلازا في بانكوك. زين طلبت شو اسمه سوب بيف، يعني شربة دياي حارة سبايسي سوب بيف. جابت لي هذا كله، فقعدت استخدم برنامج ترجمة، قلت له شو هذا، هل يعتمد على الخنزير او حاجة؟ قالت هذا كله يجي مع طلبك، مو يحتوي على اي خنزير، هذا كله خضروات، خضروات كورية. اوكي فيجيتابل صح؟ ثانك يو. هذا مطعم في كولم. طبعا هذه هي شوربة اللحم، نجربها. جابت لي عيش معها بعد ابي اخذ. حياكم الله. طبعا انا عربي، شو اسوي؟ حط العيش في الصحن، شل من الصالونه يا طويل العمر، وحطها فوق العيش. اسهل. مرحبا بكم. انا خبر عندهم المشوي مضبوط، بس اليوم قلت بجرب الشوربه والله فنانه. حياكم الله. طبعا اذا طلبت مشاوي بتفتح لي هذه. نفس الطريقة هاي، شوف الحال في حال إذا طالب شاربة، بس أنا طالب شاربة إن شاء الله مرة ثانية بنجربها. شوف هذا شو سووا، العيش شالوه وحطوه في مع السوب، مرة خلطوه خلط ركسوه. زين أنا الحين شو سوي؟ حطيتها في صحن، حسب نفسنا. وانا اقول هاي ايش عندنا من الصبح طالعين تضحك. ما ادري وين راحت هذه، هاي طالعين تضحك. اثر على هذا العيش اني ليش حطيتها في الصحن هذا، المفروض اني اشله احطه كذي في مع السوق، يستوي خلطه بيطه. ما يصلح يا اخي. يا مرحبا بكم. جامد يا جماعه، الاكل رقم واحد. مرة خلصت الصحن هو العيش، يا ولي تحليلة بعد، الحمد لله والله فنان المطعم هذا في ايش يسمونه كوريان بلازا سكونفت، بالقرب من سكونفت بانكوك. حياكم الله. طبعا هذا سعرهم، ما طلبت اي مشروب والله انه بلاش.